مؤسسة سراج المنير للتعليم الأولي والابتدائي بمدينة برشيد هي مدرسة فريدة بمشروع تربوي متميز ومتوازن يجمع بين التعليم الحديث المنفتح على كل نافع مما وصلت له البشرية مع الحفاظ على الهوية. استطاعت خلال 7 مواسم من العمل، رغم التحديات الكبيرة التي عرفها العالم بأسره في السنوات الأخيرة، أن تكون إضافة نوعية أثرت حقل التربية والتعليم بالمدينة، كما يظهر ذلك جليا في نسبة كبيرة من تلاميذها في نهاية السلك الابتدائي. وقد حققت هذا من خلال عدة أمور نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: السياسة المحكمة في تدوير الموارد البشرية بدءا من التنقيب والانتقاء وصولا إلى التكوين والتأطير المستمرين، كذلك الوسائل والطرق التربوية والبيداغوجية التي تساعد على التحصيل الجيد والفعال، والأنشطة المتنوعة التي تقوي الشخصية والحافزية للتعلم وتهدف لاكتشاف المواهب والقدرات وصقلها. أيضا التنظيم الإداري الاحترافي بالإضافة إلى الفضاءات والتجهيزات التي تستجيب لشروط الصحة والسلامة والمعايير التربوية، كل هذا خلق بيئة ومناخا عاما يشعر فيه التلميذ بالطمأنينة والراحة النفسية ويتعلم في جو من التفتح والمتعة.